أقم في بلدتنا الحدباء واستقم، لأنها موصل اللآلئة والنعم، أكرم بها موطنا للقاطنين بها، جزيل حظ من الأحسان والنعم. يا حسن بهجتها، يا طيبة نفحتها، فاحلل بساحاتها فلا تخشى من الندم. فيا لها بلد ما أمحلت أبدا، وقد حوت أسدا في العزم والهمم. هذه كلمات السري الرفاء أبدأ بها حلقتي لهذا اليوم من برنامج قناطر الموصل وتاريخ الموصل، وأيضا تاريخ هذه القناطر وعبق هذه القناطر والمواد المستخدمة في هذه القناطر. الشعر كان يؤكد عن عراقة هذه المدينة، عن أمان هذه المدينة، أيضا عن طيب أهل هذه المدينة، مدينة نينوى، مدينة الموصل، الفيحاء، الحدباء. تابعونا. قنطرة الحاج يحيى حسن العلاف هي معلم بارز من معالم مدينة الموصل القديمة، وواحدة من بين أهم القناطر المعلقة عبر الأزقة، والتي تنتشر في العديد من المحلات أو الأحياء الموصلية. تقع القنطرة في محلة الإمام إبراهيم، وهي تتجه جنوبا إلى شارع سوق الشعارين شمالا، وإلى محلة الكوازين حيث بيت المرحوم عزيز السوفارتشي. ترتبط القنطرة بين ثلاثة بيوت، أحدهم البيت الكبير، وهو بيت والد الحاج يحيى حسن العلاف أبو هاني، ومساحة بيت والده، ولا يزال عائدا لهم 212 مترا مربعا، والبيت الثاني ومساحته لا تزيد عن 70 مترا. وتحت بيت الحاج يحيى كان هناك البيت الثالث، وكان البيت كبير بيت الحاج يحيى قديم، يعود في بنائه إلى القرن 19 ميلادي، وإن والده اشتراه سنة 1948. يبلغ طول القنطرة 6 أمتار، وعرضها متران، وارتفاعها 6 أمتار تقريبا. بعد هذا الفاصل أحبتي المشاهدين، اللقاء والحديث سيكون للأستاذ صهيب الراشدي للحديث عن هذه القنطرة، عن تاريخ هذه القنطرة، أيضا عن موقعها وما تحتاج هذه القنطرة. مرحبا أستاذ صهيب. يا أهلا وسهلا أستاذ زياد. أستاذ صهيب، نحن وين بالضبط؟ نحن الآن أولا مرحبا بك أستاذ، وأشكر القناة الموصلية على ما تبثوا من حقائق عن الموصل. نحن الآن حقيقة في قنطرة يحيى ابن حسن العلاف،
القنطرة من أهم القناطر اللي موجودة في مدينة الموصل، وكذلك من أقدم القناطر اللي موجودة في مدينة الموصل، حيث طولها ما يقارب 6 أمتار، ارتفاعها تقريبا 5 أمتار، والعرض تقريبا مترين، لكن مع مرور الزمن قل، حاليا تقريبا صارت للمتر ونص أو هيك شيء. طبعا هاي القناطر يعني مثل ما ذكرنا أنه هي بس العوائل اللي خلينا نقول التجار او المتمكنين اللي يقدرون يبنوها هذه، لان بها موافقات اصلا بالاضافه الى المصاريف التكلفه يعني. فالقنطره هذه ربطت 3 بيوت اللي هي والد يحيى العلاف وبيت يحيى العلاف وبيت اخوه، فكانت من يعني هي من أهم طبعا القناطر اللي موجودة. شاهد عيان لحد الآن موجود على الدقة في البناء الموصلي، وكذلك يعني تحتاج حاليا إلى صيانة، والصيانة اللي كانت مرت عليها مثل ما تشوفون استخدموا السمنت، وهي طبعا يعني المفروض ما يستخدمون السمنت في صيانة القناطر أو المواقع التراثية أو الأثرية. صعب يعني عفوا للمقاطعة، هاي الأمور الفنية اللي أنت جنابك اختصاص بها أكيد كمفتشية الآثار، لنوريكم بطمة بمدينة الموصل هاي، لكن أيضا نريد نعرف المشاهد الكريم نحن بأي منطقة. إحنا حاليا في منطقة الإمام إبراهيم، طبعا تقع هاي القنطرة في منطقة الإمام إبراهيم، تصل بين منطقة الكوازين بشارع النبي جرجيس، طبعا المدخل عليها كذلك من شارع الشعارين، نعبر المسجد أو جامع الجرجيس. نعم. راح تكون على يميننا هي قنطرة يحيى بن هي عوجي العلاف. عوجي تؤدي إلى فرع صغير صراحة، فرع صغير. بس يؤدي إلى منطقة الكوازين كمنطقة مهمة يعني. أكيد. في منطقة الكوازين بها الكوازين، وأيضا من الكوازين ندخل إلى الميدان، وأهم الجوامع الموجودة وأقدم الجوامع الموجودة اللي يعتبر ثاني جامع بني في مدينة الموصل، اللي هو جامع الأموي. بس بني 16 هجرية، من أهم المعالم الموجودة. يعني نحن حاليا في منطقة تقريبا هسع ذكرت موقع تاريخية في هاي المنطقة. نعم. انتو عاد تتحدث ذكرت لي جامع نبي جرجيس. نعم. وسوق الشعارين اللي بينه حوش الخان، وايضا كنائسنا موجود. نعم. هناك، وايضا جامع الاموي، وايضا منطقة الكوازين اللي كانوا يعملون بها. ما لحقت عليها استاذ صهيب؟ مع الأسف ما لحقت عليها. لا يعني قصدي على بناء التنانير. نعم. وباقي الأمور كان هون يبنوها. نعم. يعني أغلب اللي يعملون تنانير كانوا بهاي المنطقة. هي هنا كل منطقة تبرز بفد خلينا نقول حرفة معينة. حرفة معينة. نعم. فكانت الكوازين اللي هي خلفنا تقع. نعم. وشعارين، ويعني كانت شارع النجف كذلك من الأماكن. نعم. القديمة. وسرجخانة. سرجخانة أيضاً. لاحظ انه مدينتنا، بعدين نرجع على القنطره، لاحظ مدينتنا كمناطق واسواق اختصاصيه تختلف عن باقي اسواق ومدن بصلاح العالم. يعني تجي على سوق السرجخانه سابقا اللي هم كانوا صناعه سروج الخيل، تجي على سوق النجيغين اللي هو سوق القتابين، قتاب الجمال او الابل، تجي على العطارين، يعني اختصاصية تقريبا على سوق السمك. نرجع على هذه القنطرة. نعم. لاحظ انه اكو شباك قد يعني هذا مستحدث استاذ صهيب، كنت اثاري ومهتم وايضا موظف في مفتشية الاثار، تلاحظ انه يعني جديد. نعم. اي جام او شباك يكون يعني مثل ما تشوفون هذا، هذا مستحدث يعني. نعم. من يفوت بالحديد اللحيم او غير اللحيم هاي تكون مستحدثه. قبل ما كان اكو لا لحيم ولا يعني، اذا مثل ما نشوف راح يوضح لكم انه هاي الجامات اللي قريبه من يمنا هاي كلها تراثيه. نعم. اللي هي بعيده عن المواد اللحيم والجامات الحديثه اللي موجوده حاليا. يعني نقول للعلم احلى القديمه احلى من المستحدثه حاليا.
لاحظ الدقة بالعمل، الدقة متناهية بالعمل. أكيد. بس صهيب القنطرة، الغرفة اللي فوقها أو بناء الغرض من بناء هاي القنطرة، قنطرة بيت العلاف، هل هي يعني لتوسعة لو لربط ما بين الدور؟ طبعا هاي القنطرة الوحيدة اللي كانت لها سببين، أولا للتوسعة وثانيا لربط البيوت مع بعض، حيث مثل ما ذكرنا أنه هذه كانت تربط ثلاث بيوت اللي هي البيت العلاف، تربطهم هذه القنطرة. نحن تعدنا شوي يمكن عن الموضوع، ناخذ بيت العلاف، يعني أيضا نحب نشير إلى بيت العلاف. تحدثنا فقط نبذة بسيطة عن هاي العائلة الكريمة مع اعتزازنا واحترامنا لكل العوائل والعشائر الموصلية. طبعا بيت العلاف يعني من العوائل المشهورة والمعروفة في مدينة الموصل، حيث كانوا هم يعملون في تجارة الأعلاف يعني الحيوانات الحبوب، الحبوب والأعلاف يعني بشكل عام تقريبا. فلذلك سميت هذه العائلة نسبة إلى الأعمال، وكثير من العوائل عندنا في الموصل سميت حسب يعني المهنة، المهنة اللي هم يتبعوه، بيت الصفار، بيت المصايغ، بيت الفحام إلى آخره. منو برز من عندهم يعني حسب ما يجي على بالك؟ دكتور إبراهيم العلاف أكيد. أكيد دكتور إبراهيم العلاف، وعندنا كذلك أبو يحيى حسن العلاف، وحاليا كذلك عندنا شخصيات بارزة في هذا الوقت ليس في موضوع. أكيد نحن تحياتنا للكل طبعا، الدكتور إبراهيم العلاف ولكل أوائلنا الكريمة بمدينة الموصل. أستاذ صهيب، يعني احنا بداية حديثنا ذكرت أنه ما يصير سمنت مع جص، ليش؟ هذه تفقد يعني روحية المكان والمناطق التراثية والأثرية. المناطق التراثية والأثرية هي عبارة كلها عن حجر وجص. المواد الحديثة والبلوك أو السمنت عندما تدخل في المناطق التراثية والأثرية تفقد روحيتها اللي موجودة. يعني حاليا مع الأسف أغلبية البيوت نحاول أنه ترجع، يعني اللي تهدمت نحاول أنه ترجع بالجص. نعم. والحجر. عملية التعامل ما بين الجص والسمنت أيهما هو الأفضل؟ يعني هل أكو خلينا نقول تعامل يعني تماسك ما بين الجص وال الصراحة التماسك الحجر مع الجص يصير أقوى، والدليل أنه إذا نلاحظ البيوت التراثية القديمة محافظة على شكلها وعلى هيئتها لحد هذا اليوم. البيوت الحديثة إذا نلاحظها سواء من الاسمنت أو الطابوق أو الحجر البلوك نلاقي يعني نشوف التشققات بالجدران، مع العلم هي حديثة، وإذا يعني جينا على القديم نعم نشوفه محافظ على نفسه. قبل أن نبدأ بالتصوير لاحظت أنت وست مريم كنت بعد تلاحظون هذا البيت اللي خلفنا هسه أيضا راح نصوره. نعم. رغم مرور الزمن، رغم ما مر بها المدينة من يعني العمليات العسكرية، قصف وانفجارات، نعم، وإلى وحتى ظروف طبيعية كهزات أرض، بس مقاوم. مقاوم. السر ويصب أستاذ صهيب؟ السر يكمن في قوة تماسك الحجر مع الجص، وكذلك الحرفيين في ذلك الوقت يعني عملهم بإتقان أكثر من العمل الحالي مع الأسف. يعني البناء يعني كان خلينا نقول هندسي، هندسي أستاذ نعم صهيب؟ أكيد، يعني هو كونه أنه حرفي بس لكن تعتمد على البناء الهندسي كثيراً. ممكن الحرفي ما بالشرط أنه يكون مهندس، لكن عنده خبرة اكتسبها من أجداده اللي كانوا حرفيين قبله. أغلب البيوت من ضمن بيت العلاف وهذا البيت نلاحظ أنه أكو سرداب على مساحة البيت. نعم. سرداب وفوقاته يكون البناء، يعني هاي تقنية حقيقة وبناء يعني هندسي جميل جداً، يعني ما اعتيادي هسه حاليا تسليح وحديد والى اخره، وبعض المرات ايضا تبدا هناك بعض ثغرات تصدعات، بس هذا نلاحظ سرداب مثل ما ذكرت على مساحه البيت ويرجع يبني به طابقين، احتمال طابقين يعني مو طابق واحد.
ما صحيح؟ اي نعم سار. هاي السراديب كانت تستخدم عادة لخزن المواد. نعم. يعني طبعا هاي تمتاز بيها اهل الموصل. نعم. انه يخزنون مواد عندهم ممكن الاشهر تكفي. فهاي ميزة تمتاز بيها اهل الموصل فقط. فكانوا يستخدمون السراديب اما عادة من برد الشتاء او من حر الصيف يكون محافظ على الحراره ومحافظ على البروده. يكون الفرش الموصلي بارد بالصيف فيلتجئون الى النوم مثلا في السراديب او لخزن المواد. استاذ صهيب اريد اسالك يعني انتم كمفتشي الاثار لو جاكم دعم مالي من منظمات او من جمعيات او من مهتمين بالاثار او الى اخره يعني شرط انه تبنون او تعيدون صيانه بيوت العائده الى مفتشية الاثار لو اي قنطره او اي بيت او اي كذا ممكن تعملوا له صيانه؟ طبعا حقيقه حاليا جاء دعم مثل ما ذكرنا. الدعم كان لبيوت محدده منها بيت زياده وبيت الصايغ وكذلك بيت التتنشي وحاليا قائم العمل عليهم على اعادتهم كما كانوا. لكن اكيد اذا جانا دعم على بيوت يعني مو شرط الا تابعه للدائره اكيد راح يكون الاشراف مباشر من مفتشيه اثار التراث هنا. لان جنابك تعرف استاذ صهيب يعني حاليا كقناطر ما تابع على احد حاليا لان يعني هي صارت ملك الجميع يعني ما صحيح؟ نعم. فاذا صانت هي يعني اكيد عائدتها للمدينه. اكيد. بايش يعني تبدون كمفتشيه اثار يعني نلاحظ في هذه القنطره استاذ صهيب يعني جنابك اطلعت عليها وكانت عندكم انتم زيارات كمفتشيه الاثار على هاي القناطر ملاحظاتك عليها انه اكو اندفاع يعني سبب هذا الاندفاع؟ هاي القناطر قلت لك هاي القناطر من القناطر تحتاج الى ترميم. نعم. وصيانه. اذا مثل ما نلاحظ انه الجدران يعني بسبب التاثيرات والعوامل الطبيعيه او ممكن بسبب الانفجارات كذلك اكثرها زحفت. واذا نشوف الجانب اليسار من القنطرة هو أصلاً بناء طابو بلوك وطابو. إذن البلوك هذا مستحدث معناها ممكن هذا الجزء أصلاً تم تدميره مثلاً من العمليات اللي حصلت في مدينة الموصل وتم بناؤه بمادة البلوك. فتحتاج إلى صيانة تحتاج إلى ترميم. لو كان يعني مفتشية أثار وتراث نينوى إشراف مباشر على هذه الأعمال الصيانة لا يعني ممكن انه تدخل الحجر والجص. لكن مثل ما ذكرنا انه مرات يعني لما يجي التمويل على قسم من البيوت فاذا كانت مفتشيه اثار وتراث نينوى وقائمه على الاشراف على هذه يكون شيء علمي اكيد وشيء دقيق ومؤادي المستخدمه حسب ما كان. لكن في بدايه التحرير كانت الدوائر الخدمية كلها من عدا مفتشي الآثار كل الدوائر كانت غير مفعلة. لذلك تم بناء قسم من البيوت بدون يعني رجوع إلى البلدية أو إلى مفتشي الآثار التراث نينوى. لو بدأت أعمال الصيانة بهاي القنطرة أستاذ صهيب هل راح تستخدم نفس الحجارة نفس المواد اللي كانت مستخدمة؟ يعني الجص يعني كان يضاف بينه أمور خاصة نورة في بالسابق يعني. نعم. موجودة طبعا هاي المواد لحد الآن الفرش. نعم. الموصلي موجود الجص موجود. هذه إذا راح يعني مفتشية أثار تراث نينوى عملها راح يكون أولا توثيق القنطرة من أبعادها وقياساتها تدقيق وتوثيق علمي طبعا دقيق. بعدها يقوم بإنزال الفرش الموصلي واسترجاع اللي ممكن انه يسترجع منه او نعمل صيانه على القطع اللي مدمره من الفرش الموصلي. يعني انه مفتشيه اثار التراث حريصه على ارجاع المنطقه القديمه على تراثها واثارها اللي موجوده. بنفس المواد ونفس بنفس المواد القديمه الامور المستخدمه. نعم. مجرد مع صيانه تتلائم مع تاريخ هذا المكان. اكيد. استاذ صهيب ايضا اريد اسالك يعني لكل قنطرة ميزة بصراحة لكل. نعم. قنطرة لكل ميزة خاصة. نعم. كعرض كارتفاع كطول هاي بيش تتميز يعني القنطرة. هاي القنطرة تتميز
هاي القنطرة تتميز بارتفاعها. هذه تقريبا يعني من أكثر القناطر ارتفاعا، حيث تبلغ تقريبا ارتفاعها إلى 5 أمتار. أستاذ صهيب، قبل أن أودعك والحديث معك طويل يعني حقيقة يحتاج حلقات طويلة، وإن شاء الله أيضا حلقاتنا القادمة تكون ضيفنا، بس أريد أسألك باعتبارك مشرف أنت والست مريم على كنيسة الساعة، كنيسة الآباء دوني ميكان، وين وصلتم كمرحلة عمل حاليا؟ حاليا احنا في المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت هي عبارة عن رفع الأنقاض والمخلفات الحربية وجمع القطع التراثية والأثرية. المرحلة الثانية قمنا بتنظيف هذه القطع وتوثيقها توثيق علمي دقيق طبعا، ومع بيان القطع اللي سوف ترجع في المرحلة الثالثة مع التي سوف تكون للخزن أو للمعرض. حاليا احنا في المرحلة في بداية المرحلة الثالثة، وهي عبارة عن قشط الحلان والسمنت من الأحجار. أستاذ صهيب خلينا ناخذ فاصل ونرجع للحديث عن هاي القنطرة وتاريخ هاي القنطرة وشلون نحافظ عليها إن شاء الله. شكرا. فاصل ونواصل للحديث عن تاريخ وعبق الماضي الجميل، عن قناطرنا الجميلة بمدينتنا الجميلة. تابعونا. إذن أحبتي المشاهدين، بعد هذا الفاصل عندنا ويكون الحديث مع الأستاذ صهيب الراشدي للحديث عن تاريخ هذه القنطرة، قنطرة بيت العلاف. بعض القناطر أستاذ صهيب تسمى على اسم عوائل أو على اسم مكان اللي هي بيها. نعم. يعني سبب تسميته حتى تكون نقطة دالة أنه هذا بيت فلان، أو هي يا أما تسمى على اللي بناها. يعني احنا هنا بقنطرة العلاف يحيى العلاف سميت على اسمه. كذلك عندنا القنطرة الرابعية سميت على منطقة الرابعية، على منطقة اللي يعني اي قنطرة حسب ما واحد يبنيها او اللي مشهورة بالمكان اللي هناك تكون نقطة. هي بمحلة القنطرة بالباب البيض التحتاني. نعم. اسم المنطقة محلة القنطرة، تكون نقطة دالة. نعم. لبعض يعني الأشخاص أو اللي يريدون يجون على المكان. نعم. بس صعب يعني أهمية القناطر يعني حاليا في مجال التراث والتاريخ أهميتها. هي قلنا هي القنطرة هي عبارة عن توسعة للبيت، ولكن تزيد جمالية للفرع، قصدي للمدينة، للمدينة كلها. بس هي يعني مثلا عندنا قناطر ما يقارب 40 أو 50 قنطرة. نعم. كلها كل قنطرة تمتاز بميزات خاصة، إلا هذه القنطرة مثل ما ذكرنا أنه تمتاز بارتفاعها عن باقي القناطر كلها. يعني احتمال ممكن، ما احتمال والله ممكن،
انه تكون يعني خلينا نقول مصدر لجلب السواح القناطر لزيارة السواح او لبيان معالم المدينة. حاليا هي صارت مصدر جذب للسواح، البيوت التراثية، القناطر، الكنائس القديمة، الجوامع، يعني كل ما هو آثار أو تراث يكون مصدر جذب للسياح. ومدينة الموصل امتازت بالقناطر اللي تقريبا ما موجود باقي الأماكن من خلال البناء والمواد المستخدمة، لو من ناحية القدم ومن ناحية المواد المستخدمة في البناء من الفرش والحجر والجص. يعني جنابك باعتبار اختصاص استاذ صهيب، يعني تفوت باي منطقه خاصه في الايمن من الموصل، تفوت بالعوجي قنطره قديمه عمرها كذا سنه، تلاحظ بيت عمره كذا سنه، تلاحظ جامع عمره كذا مئة سنه، تلاحظ كنيسه، تلاحظ يعني نلاحظ انه متداخلين منطقة تؤكد من ضمن هاي القناطر تؤكد عراقة وهوية هاي المدينة، وكذلك تؤكد على تلاحم أطياف اللي موجودة في الموصل، المكونات اللي موجودة من مسيح، من مسلمين، من صابئة، من كل الديانات اللي موجودة. وهذا ما يميز مدينة الموصل أنها متعددة الأديان والأطياف اللي موجودة فيها. أستاذ صهيب، في حسابات مفتشية الآثار الاهتمام بالقناطر هسه حالياً يشتغلون كنائس، جوامع، وأيضاً بيوتات موصلية. القناطر مشمولة أيضاً ضمن برنامج مفتشية الآثار؟ عندنا برنامج كذلك على صيانة القناطر اللي موجودة في مدينة الموصل، حيث باشرنا قبل عدة أيام في توثيق ويعني تعداد القناطر اللي موجودة مع بيان الأضرار اللي واقعة فيها، عسى ولعل أنه يكون مثلاً دعم من منظمة، دعم دولي يحتاج، نعم تحتاج إلى دعم. والمفتشية مثل ما قلنا على أتم الاستعداد على صيانة وترميم القناطر وباقي المواقع التراثية الموجودة. كفريق عمل، هل انتم كمفتشين الآثار هل مختصين؟ يعني ساسوي مختص في مجال معين؟ عندنا كثير اسماء الله يحفظهم شبابنا طيبين في مفتشين الآثار، هل من اختصاص له شلون يكون العمل عندكم؟ نعم، مفتشين آثار تراث نينوى يعني تتوفر فيها جميع الاختصاصات التراثية، منها ما هو مختص في صيانة المواقع الأثرية، منهم ما مختص في الترميم، منهم مختص في التنقيبات الأثرية. وكذلك حاليا يعني في الوقت ممكن الأشهر القادمة يعني راح تكون لمفتشي آثار وتراث نينوى بصمة جديدة في التنقيبات في منطقة الرحمانية. إيه منطقة؟ عفوا، منطقة الرحمانية في التل الآثار يعني. حلو، الله يوفقكم. نحن حقيقة سعيدين جدا باللقاء معك أستاذ صهيب، ونتمنى لك وأيضا لكل كوادر مفتشية الآثار في نينوى الموفقية والنجاح. شكرا أستاذ صهيب. إذا أحبت المشاهدين، بعد هذا اللقاء الممتع بهذه العوجات الحلوة، طبعا نحن بهذا الحر وللأمانة بيغدي بالعوجي، بيغدي مناطقنا وعوجاتنا وبيوتاتنا القديمة لها طعم خاص، مثل ما تفضل أستاذ صهيب أنه بالصيف تلقيها باردة وأيضا بالشتي تكون دافية. الله يوفقكم ويحفظكم ويحفظ السامعين ويحفظ مدينتنا ويحفظ عراقنا يا رب. إلى هنا أحبتي المشاهدين، تنتهي حلقة اليوم من برنامج قناطر الموصل، انتظرونا مع قصة ثانية وقنطرة أخرى. تقبلوا تحيات كادر العمل اللي تعبوا اليوم معاي، تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم زياد الصميدائي، إلى اللقاء.